بعد مباراة المغرب ونامبيا لما خلصت، خلينا ناخد مداخلة مهمة جدا جدا من الأستاذ عبد العزيز بلوبدالي، إعلامي مغربي، نتكلم معاه بخصوص المباراة والانطباعات إيه بعد فوز المنتخب المغربي. يا أستاذ عبد العزيز، مساء الفل عليك وألف مبروك على الفوز النهاردة. مساء النور وألف مبروك علينا كلنا، على المنتخب المصري، المنتخب المغربي، ويا رب المنتخبات العربية تحقق النتائج يعني جيدة. تمام، عايزين نتكلم عن المباراة والانطباعات وردود الأفعال المغربية عقب فوز المنتخب المغربي النهاردة، إيه وتقييمك للمباراة بشكل عام؟ والله أنا وسط الجمهور المغربي اللي توافد على استاد السلام بكثرة، ارتسامات. طبعا الفوز دائما يخلق البهجة ويخلق الفرح، خصوصا في مباراة زي المباراة اللي تابعنا اليوم، كانت مباراة صعبة صعبة جدا. فالمنتخب ناميبيا يعني كما تابعنا كان لاعب دفاع كلي تقريبا، لاعب المنتخب المغربي وجدوا صعوبة ثلاث مباراة في الوصول إلى شباك يعني حارس ناميبيا، ولكن الإصرار والعزيمة كانت حاضرة عند اللاعبين، وهم عارفين ومدركين أن ربما هذه المباراة هي اللي كان مفروض انهم يفوزوا بها، لان على الورق هي الاسهل. تنتظرهم مباراه قويه امام الكوت ديفوار، مباراه اخرى امام جنوب افريقيا، فكان لازم انهم يلعبوا عشان ما يضيعوش النقط الثلاثه بتاع المباراه. الشيء اللي تحقق وكان يعني ممتاز ان نتيجه الفوز دائما في بدايه المشوار تعطي دفعه قويه، لا على المستوى المعنوي، لا على مستوى كل المستويات يعني. طيب، اسباب التاخر الفوز لغايه الدقيقه 89 من وجهه نظرك، وانت اكيد كنت متابع المباراه من ارضيه الملعب، ايه الاسباب اللي ممكن تكمن او تؤدي لتاخر الفوز بالنسبه للمنتخب المغربي؟ هو في اسباب كثيره في اعتقادي. اولا التكتل الدفاعي بتاع فريق ناميبيا، ما ننساوش ان لاعبي خط دفاع وخط وسط كانوا يتميزون باللياقه البدنيه العاليه طبعا. ثانيا كان مجموعه من لاعبي المنتخب المغربي ما لم ينجحوا في التأقلم مع الجو اللي هم غير معتادين على مثل هذا الجو، حر شويه حرار. طبعا ثالثا كان فيه يعني عدم انسجام، غياب انسجام بين مجموعه من اللاعبين خصوصا على المستوى الخط الامامي. عليهم كانت بعض الاخطاء مرتكبه داخل صفوف المنتخب المغربي. نتمنى ان المدرب هيرفي رونار بالحنكه اللي عنده بالمؤهلات الفنيه ينجح انه يتجاوز في هذه الايام القليله المقبله قبل المباراه القويه امام كوت ديفوار يوم الجمعه المقبل ان شاء الله. انا افتح قوسين ولو سمحت لي يا استاذ، تفضل. يعني ابعد بكل الشكر للناس المصريين في اللجنه المنظمه هنا في استاد السلام، لان كانوا انا عينت ووكبت وشاهدت بعيني يعني ان خصوصا رجال الشرطه كانوا يمدون كل المساعده للجماهير المغربيه. الامور كلها مرت على ما يرام، فكل الشكر. وهذا غير غريب على الاخوه المصريين، دائما كيكونوا في المستوى العالي من ناحيه التنظيم. ده الطبيعي، وده المصريين دايما يعني معروفين بحسن الضيافه، وانتم اشقائنا ومرحب بيكم دايما في جمهوريه مصر العربيه. لكن عايز اسال حضرتك برضو بخصوص المباراه وبالتحديد، هل ازمه حمد الله بالنسبه للمنتخب المغربي قبل البطوله كان ليها اثر سلبي على المنتخب النهارده خلال ادائه في المباراه؟ ابدا ابدا. انا يعني اؤكد بحكم متابعتي المنتخب الوطني منذ يعني من سنين. فاولا الحمد لله لم يكن في يوم من الايام من الاسماء اللي كيعتمدها الناخب الوطني، لكن لاعب مميز بصراحه يعني. طبعا مميز، ولكن تعرف مثل استاذ ان اللاعب لازم يكون داخل في المنظومه التكتيكيه بتاع المدرب، وداخل كذلك في المجموعه، يعني يكون انسجام بينه وبين باقي اللاعبين. فحمد الله معروف عندنا في المغرب مزاجه يعني صعب،
كأنه الطفل المدلل داخل الأسرة عندها ولد واحد. لازم تعمل معاه الخاطر ولازم، فأنا ما أظنش هو موهبة حقيقية طبعا. موهبة وهداف كبير، ولكن أنك تحمل شنطتك وتغادر معسكر الفريق بتاع بلدك بدون أي إذن وبدون أنك، ولو كان فيه مشكل كان لازم يطرحوا على المسؤولين بتاع الاتحاد المغربي. فيعني ربما أنا أعتبر أنه أخطأ كثير في حق الفريق الوطني، والغياب بتاعه يعني مش كان، أنا في نظري مش مؤثر بقدر ما كان مثلا هداف البطولة الوطنية ياجور، محسن ياجور كان حيكون مثلا عنده إضافة في المنتخب الوطني، ولكن هذه اختيارات المدرب هو المسؤول عنها، هو الذي يحاسب عليها في نهاية البطولة. فهو مقتنع بالمجموعة اللي عنده كويس. سنوات طويلة هو كي يعني يشرف عليهم، هو يعرف ما يفعل. أتمنى أنه ينجح في أن اختياراته تكون صائبة ونجح. طيب طموح المنتخب المغربي في البطولة إيه؟ وخصوصا أن ناس كتير جدا من كل المتابعين في مختلف الدول الأفريقية بيرشحوا المنتخب المغربي للوصول للدور النهائي وكمان للفوز باللقب في ظل القوة الكبيرة عند المنتخب التونسي، أو عفوا المنتخب المغربي، سواء فيما يتعلق بالجهاز الفني أو حتى فيما يتعلق باللاعبين. هل الطموح ده موجود عند الشعب المغربي أن هم المنتخب قادر أن هو يفوز باللقب؟ أكيد الطموح هو اللعب أو التنافس من أجل فوز باللقب، وهذا ما أكده رئيس الاتحاد المغربي فوزي القجاع في حوار، يعني عملت معه حوار قبل انطلاق البطولة، فأكد بالفم المليان نحن ذاهبون لمصر من أجل اللقب ولا غير ذلك. فالمنظومة الرياضية الوطنية المغربية كلها عندها طموح واحد وأمل واحد هو الفوز باللقب. صحيح الأمر سيكون صعبا أمام فرق ومنتخبات قوية تحضر في هذه الدورة، في مقدمتها طبعا منتخبنا الشقيق مصر اللي يتوفر على يعني كل المقومات وكل طبعا لاعبين في مستوى عالي، كذلك هناك السنغال، هناك كوت ديفوار، هناك نيجيريا، ولكن كما قال رئيس الاتحاد المغربي فوزي القجع، قال من يريد الكأس أو اللقب عليه أن يفوز على كل المنتخبات مهما كان مستواها مهما كانت قوتها. نتمنى أن أنتم توصلوا إن شاء الله بإذن الله للنهائي كده مع منتخب مصر، بس من غير ما تاخدوا اللقب يعني توصلوا بس كده حلو قوي، لكن ما تاخدوش اللقب. أكيد طبعا أكيد سنفوز باللقب إن شاء الله، رغم أننا سنواجه مصر في النهائي. مرحب بيكم دايما، مرحب بيكم دايما في بلدكم ثاني. يعني الفوز يكون للأفضل إن شاء الله، وما يخرجش على الوطن العربي المنتخبات العربية. رأيك إيه في تنظيم البطولة حتى الآن، ورأيك إيه في حفل الافتتاح الخاص بالبطولة؟ لا كان مبهر، مبهر جدا، وإحنا أعجبنا وأسعدنا أن مصر باستطاعتها تقديم مثل هذه اللوحة التنظيمية الممتازة. شيء وحيد اللي يمكن نعتبره سلبي هو داخل الاتحاد الإفريقي، يعني اللجنة المنظمة في الكاف، وأتكلم بالأخص عن اللجنة المكلفة بالإعلام، فوضى عارمة يعرفها هاد اللجنة، ولازم أن الاتحاد الإفريقي يراجع الأوراق ديالو بخصوص هذه اللجنة، لأن كما لاحظنا اليوم في مباراة المغرب وناميبيا كثير من الزملاء يعني تعرضوا للإهانة في هذه العبارة، تعرضوا لمواقف يعني لا تليق بقيمة صحفي يبحث عن تغطية لهذه البطولة. كذلك كان هناك مشاكل في توزيع الاعتمادات، وأنا باسمي وأنا أصرح بها عبر قناتكم، أنا أفكر في رفع دعوة قضائية ضد الكاف، لأن كانت هناك مشاكل كثيرة في توزيع الاعتمادات، ولحد الآن لم أتسلم الاعتماد رغم أني قمت بكل الترتيبات وكل الإجراءات. كان مشكل وكان يعني خطأ وقعوا فيه لجنة الإعلام،
فانا لسه بنتظر. يعني هي امور كلها متعلقه بالاتحاد الافريقي ان شاء الله كلها تحل. بالظبط. اتفضل. اما الاخوه الاشقاء مصر فيكفي انا اقول لك معلومه صغيره ربما تبدو للبعض صغيره ولكنها ذات اهميه كبيره. اتفضل. وانا في استاد السلام وزعت قنينات ماء معدني على الجمهور وبالمجان، وده لا يحصل كثيرا في ملاعب العالم كله. بالضبط. فالناس يعني كرماء جدا وطيبين وكله عاوز يساعد وعاوز ينجح هذه البطوله، خصوصا رجال السلطه الامن والجيش، فتحيه لهم جميعا بكل صدق وبكل موضوعيه بدون اي مجامله. بالضبط. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ عبد العزيز، ودايما مرحب بيكم في مصر بلدكم التاني، وأكيد إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للمنتخب المغربي وإقامة سعيدة ليكم ولكل الجالية المغربية في مصر وكل الجم من المغرب لمصر عشان يشجعوا المنتخب المغربي. كل التوفيق ليكم إن شاء الله. رجاء رجاء تحية للنجم الخالد الرئيس محمود الخطيب اللي عنده واحدة محبة ومودة عندنا كثير في المغرب. شكرا. توصل ان شاء الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ عبد العزيز الاعلامي المغربي.